يعني ايه اه؟ اتجوز زي اربعة
انا يا حبيبي ما فيش بينا اتفاق، لكن طالما في بينا اتفاق وانا الملكه والعصمه في ايدي وقرارات في ايدي يبقى انا لازم اخد مشورتي في كل حاجه. وبعدين بقى فكك مني. ايوه استنوا من ده بس خلاص خلاص اي الو ايوه يا اخويا انا ام علي. ايوه بتقول ايه؟ ايه؟ ايبك؟ ايه؟ خنجر؟ جاب الخنجر بكام؟ ايه؟ لا 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 اقفل اقفل نمي غلط يا عماد اقفل. سمعتي عوا؟ عوا ايه؟ ايبك مات. ايبك؟ اه يا لهوي. والمصري؟ جوزي مات؟ مات. طب وبعدين؟ غز. ايه ده؟ مين اللي غزه؟ شجرة الدر. شجرة الدر؟ بإذن الله. درتي؟ إن شاء الله. طب وبعدين؟ مين هيربي الواد العيل الصغير ده؟ ده بالأساس. أهبل، مين اللي قال كده؟ يا ابني ده يجي منه واسمع بس. ماشي. طب مين اللي هيمسك الحكم؟ مين هيعمل أي حاجة؟ مش عارف. طب وبعدين؟ بعدين؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ طب أنا هعمل إيه في حياتي؟ وأنا أعمل إيه؟ وأنا موجودة في فرنسا. أنت اللي هتعمل كل حاجة. أعمل إيه؟ أنت اللي هتقتلها. احنا لازم ننتقم من شجرة الدر. هقتلها؟ هتقتلها. هقتلها. هتقتلها. ماشي. وهيبقى مقابل كده ان انت تبقى واصي على العيل. ايش ده بلا استقراض واخدمك. ونادر عليا يوم ما تعملها تحلي بق مصر كلها. اديني منه. هديك منه. اديني حتة كبيرة. مساء الخير. اهلا. تعرفيني؟ ايوه ميك اب يعني طعمة. بقول لك ايه؟ وانت فين تعمل؟ ايوه. هنا ولا هنا؟ واتيفر يعني تفرق معاك في ايه؟ بص على الصورة. اه ومات شجرة الدر وقامت المعاني بتوزيع الحلوى على الناس سميت باسمها وهجم المماليك على مصر وتصدر من قطز وبدأ حكم المماليك في مصر ومات المؤلف ومات الهموم وماتت الطاولة من كثر التسليمات اللي عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.